معنا من مكة المكرمة مراسل العربية خميس الزهراني. خميس مرحبا بك معنا. خميس الصورة الآن في المسجد الحرام في ثاني أيام التشريق. نعم يا خالد، مساك الله بالخير. الصورة تتحدث بلغة الأرقام، والحرم المكي الشريف في ذروة الازدحام في هذه الليلة التي لم تشهدها حتى بداية موسم حج هذا العام. الآن اليوم نحن نعيش ثاني أيام التشريق، يبدو أن المتعجلون كثر في هذا اليوم المبارك. فقط يعني إحصائيتنا كانت بالأمس توقعنا 60% سوف يكون المتعجلون في هذا اليوم، وبالفعل ربما الأرقام والمشهد الذي نشاهده الآن يفوق 60 أو 70% تقريبا من حجاج بيت الله الحرام سيتعجلون في هذا اليوم المبارك. وأيضا الساعات المقبلة سوف يشهد الحرم المكي الشريف تغير مباشر. فقط حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا البالغ عددهم 243,000 تعجلوا في هذا اليوم جميعهم. كذلك جنوب آسيا البالغ عددهم ما يقارب 500,000 تعجلوا في هذا اليوم المبارك. يعني مغرب هذا اليوم سوف تتضح الصورة، وكما تشاهد ربما نضعكم في صورة الواقع من داخل حرم المكي الشريف، ونشاهد صحن المطاف ممتلئ تماما، وبدأت الجهات المعنية في تنظيم الحجيج للطواف في المسارات الأربع. كما نشاهد هذا المسار الأول بدأ يكتمل، وهذا الطابق الثاني الثالث، وأيضا سطح الحرم المكي الشريف بدأ يمتلئ كليا. يعني الحرم المكي الشريف بهذه الصورة يعطينا كذلك نسبة كبيرة جدا أن المتعجلون سوف يكون في هذا اليوم المبارك كثر. نشاهد الآن هذا سطح الحرم المكي الشريف، وهؤلاء حجاج بيت الله الحرام. طبعا هذه عملية من عمليات التنظيم الأمني الدقيق هنا في داخل الحرم المكي الشريف يا خالد. يعني عملية الجهات الأمنية، قيادة قوة المسجد الحرام، وأيضا قيادات أخرى أمنية وأيضا خدمية من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين يتولون مهمة دخول وخروج الحجاج بطريقة منظمة حتى لا يكون تكدس. كيف تتم العملية، عملية التنظيم وتسير الحجاج ل يعني الأدوار الآن المخصصة لهم بعد امتلاء صحن المطاف؟ ربما كما أسلفنا يعني السعودية يعني امتازت في عملية إدارة الحشود، وبالتحديد في هذه النقطة الضيقة في منطقة سواء كان المشاعر المقدسة أو الحرم المكي الشريف. طبعا الدخول والخروج من عبر أبواب، في أبواب الرئيسية وهناك أبواب الفرعية التي تؤدي إلى الأسطح وأيضا إلى الأدوار الأخرى. تم تنظيم قيادات بالأمس يعني اجتماعاتهم المكثفة لاستقبال هذا اليوم يعني المبارك، وأيضا توقعات أن هناك أعداد كبيرة ربما تتعجل في يوم ثاني أيام التشريق. وبدأت يعني تعمل الجهات هذه على عملية كيف طريقة توزيع هذه الحشود. يعني دائما يعني تفتيت الحشود بهذا الشكل وبهذا الانتظام ولله الحمد يعني عملية دقيقة، وأيضا تظهر مهارة السلطات السعودية في عملية إدارة الحشود. كما تشاهد الآن لو وضعنا السطح الحرم امتلئ تماما يا خالد، وكما تشاهد كامل امتلئ، وكذلك المسارات الداخلية والأطباق أدوار الحرم المكي الشريف كاملا، حتى أصبح صحن المطاف ممتلئ وأيضا فارغ من جوانبه حتى يكون الخروج بطريقة سلسة وأيضا لا يكون هناك تزاحم من حجاج بيت الله الحرم. نعم خميس، المعلومات أيضا تتحدث عن أرقام كبيرة شهد موسم حج هذا العام من 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 المتطوعين سواء كانوا أفراد أو مجموعات تطوعية مختلفة. ما هي مشاهداتك بهذا الشأن حولهم، حول الخدمات التي يقدمونها أيضا؟ نواة التطوع يا خالد هي مغروسة في هذه المنطقة بالتحديد في خدمة الحجاج وأيضا المعتمرين في المواسم. ثمرتها ربما شاهدتموها متوزعة ما بين المواطنين، ما بين رجالات الأمن، ما بين مؤسسات وقطاعات حكومية. كثير منهم يعني يفضلون التطوع سواء كان ماديا يعني
ليست يعني بذل تلك يعني المغريات او ولكن واحد منهم ان ياخذ الجانب الاخر التطوعي خدمه لحجاج بيت الله الحرام. هنا في داخل الحرم المكي الشريف التطوع تختلف الوانه واطيافه باشكاله وانواعه، منهم من يتطوع في دفع العربات لكبار السن والعجزاء بالمجان وهم شباب من اهالي مكه المكرمه سكان هذه المنطقه، وكذلك ايضا منهم من يقف على جنبات صحن المطاف الذي معه اكياس لوضع أحذية الطائفين وكذلك مناديل يعني تقديمها للطائفين، وكذلك مجموعات كبيرة تتنوع ما بين تقديم مياه زمزم وأيضا كذلك المياه الصحية الأخرى في ساحات الحرم المكي الشريفة. لا تعبت يا خميس، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك ولكافة الزملاء أيضا شبكة مراسلين العربية المتواجدين في مكة وفي المشاعر المقدسة.